بسم الله وعلى بركة الله افتتح هذه الدورة دورة ثلوى صباح الأحمد. ليصل عدد المشاركين منذ انطلاق البطولة في عام 2005 إلى ما يزيد عن 1500 لاعب ولاعبة من نجوم العالم في اللعبة والأبطال الذين يتنافسون على نيل الميداليات الأولمبية، لتقفز البطولة في تصنيفها لدى الاتحاد الدولي للعبة إلى مستوى السوبر.